ربنا لما خلق الإنسان وهبه حرية الاختيار بين الخير والشر. في منا اللي بياخدوا الطريق الصح، وفي منا اللي بيختاروا الجريمة. وعشان المجتمع يقدر يستمر كان لازم يكون فيه عقاب رادع. السجون بعضها اتبنى من 100 سنة، وحيطان السجن متعجز زي الإنسان، وبيحاصرها مد عمراني من كل جهة لحد ما بقت وسط البلد. الكتلة السكانية أحاطت بالسجون، أصبحت السجون دي رغم التطوير اللي تم فيها إلا أنها اتصدمت بمساحة السجن. أنت في الداخلية بتبذل أقصى جهد، وفي نفس الوقت النتيجة لم تصل إلى الحد المرضي. عانينا من تكدس، عانينا من عدم توافر اشتراطات صحية. الإمكانيات اللي موجودة فيه ومرافقه كانت بتتحمل ضغوط اللي يفوق طاقتها الاستعبادية. كيف أحافظ على المسجون ثم كيف أعيد تأهيله مرة أخرى ليخرج مواطن صالح وألا يعود للجريمة مرة أخرى؟ في إطار الجمهورية الجديدة كانت توجيهات القيادة السياسية إن إحنا نوفر بيئة جديدة نقدر من خلالها تحويل نذيل لعنصر صالح لإعادة دمجه بالمجتمع، ونقل السجون خارج الأحوذة العمرانية لرفع كفاءة تشغيلها وتوفير كافة مقومات حقوق الإنسان فيها. شكلنا لجنة من المتخصصين المعنيين لوضع تصور لاحتياجات العناصر المكونة لمراكز الإصلاح والتأهيل اللي هيتم تنفيذها. النزلاء بيحتاجوا للتدريب على بعض العناصر زي مهارات الحياة، زي إدارة الغضب، زي حل المشكلات، إن إزاي يتم دمجه أو بداية الدمج تكون من خلال المركز الإصلاح والتأهيل. يبقى جزء من تقضية عقوبته هنا والتأهيل هو التأهيل النفسي وتكوين شخصية جديدة أو تغيير سمات شخصية تكون أكثر إنتاجية وأكثر موائمة ومواكبة لظروف الحياة في الخارج، فيخرج من هنا متغير سلوكه الإجرامي اللي دخل بيه قبل كده. تقويم القيم وتعزيز الأخلاقيات وضبط السلوكيات وصولاً لتحصين النزلاء من الانحرافات السلوكية حماية لهم ولمجتمعهم. بعد ما انتهت اللجنة من وضع التصور نموذج مركز إصلاح والتأهيل النموذجي وإضافة بعض العناصر عليه التي تعظم من المنظومة التأهيلية اللي خليته نموذج فريد يتميز عن أي نموذج مشابه له في العالم، تم العرض بالخطة المتكاملة لمراكز الإصلاح والتأهيل اللي استخرت عليها الوزارة واللجان المشكلة على السيد رئيس الجمهورية، وبعد إقرارها من سيادته تم التنفيذ الفوري للخطة. الحجر ده جزء بسيط، الجزء الأكبر لإدارة المنظومة هو الفرد، هو العنصر البشري. تم استحداث مركز تدريبي متخصص داخل جميع مراكز الإصلاح والتأهيل، وبيتم فيها تدريب الضباط والأفراد وجميع العاملين بأحدث الأسس العلمية بهدف تعزيز القدرات الأمنية لديهم، خاصة المتعلقة بحقوق الإنسان. الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان اللي تم إطلاقها في سبتمبر 21 تلبي كل ما يتعلق بحقوق الإنسان في مصر، سواء كانت حقوق مدنية وسياسية أو حقوق اجتماعية واقتصادية. هل في نية حقيقية لإصلاح أوضاع السجناء ومراكز التأهيل في مصر؟ النية الحقيقية موجودة والإرادة موجودة، والسجون بدأ إنشائها وبدأ يكون في تطبيق كامل للقواعد النموذجية الدنيا. تضمنت الخطة الاستعواض عن 45 منطقة سجون قديمة بمراكز إصلاح وتأهيل جديدة، واللي هيتم توزيعها جغرافياً على مستوى الجمهورية بناءً عن معايير تخطيطية بتراعي الامتدادات المستقبلية للمدن الجديدة. تم بالفعل تنفيذ وتشغيل المرحلة الأولى من الخطة، والتي تضمنت تشغيل مركزي الإصلاح والتأهيل بوادي النطرون وبدر، واللي استغرق تنفيذهم 11 شهر من تاريخ التكليف. والمرحلة الحالية بتضم مراكز الإصلاح والتأهيل بمدينة العاشر من رمضان بالشرقية، ومدينة أخميم الجديدة بسوهاج، ومدينة 15 مايو بالقاهرة. والمراكز دي تم تنفيذها خلال عام تقريبا. قيمة أراضي السكون القديمة اللي تم إغلاءها وتسليمها للدولة بتعادل وتوازي قيمة مراكز الإصلاح والتأهيل الجديدة اللي تم إنشائها. بالشكل ده احنا ما كلفناش الدولة أي مبالغ مالية إضافية. تم بالفعل إخلاء وهدم عدد 12 منطقة سجون قديمة، وبيجري حالياً إخلاء وهدم عدد 15 منطقة أخرى، وإن شاء الله سيتم إخلاء وهدم الباقي مع تنفيذ المرحلة القادمة. We'll be right back.
الهدم ما كانش المنشآت والعنابر بس، الهدم كان للأفكار القديمة اللي بتقول إن السجن مجرد عقاب. قائمين على المكان بيتعاملوا بمنتهى الاحترام والأخلاق معانا. بتقوم بتغسل وشك بماء سخن وسخن وبرد، معاملة كويسة. أوضة فيها شاشة، فيها 2 حمام، هو نفسه لما استقر وارتاح ما بيعملش مشاكل. أنا مش في عزلة عن العالم اللي بره، بمتابعة الأخبار الموجودة حاليا دلوقتي في نشرات الأخبار. في مراعاة لحقوق الإنسان بشكل متطور جدا. في بتر ومفيش حركة يعني كليا، فلازم يبقى في مساحة يركب عجلة ويدخل حمام، دي تفرق كتير طبعا في نفسية أو أي مسجون. وزارة الداخلية لما قررت تطوير المنظومة الطبية بقطاع الحماية المجتمعية، واللي تم من خلال إنشاء مستشفيات متكاملة على أعلى مستوى مجهزة بأحدث التجهيزات الطبية، كان ليها هدف رئيسي وهو الحد من تحويل النزلاء لمستشفيات خارجية. ده كان لسببين، الأول هو سرعة أداء الخدمة الطبية للنزيل، والتاني هو مساعدة جهات الدولة الأخرى من خلال إن أنا وفرت له الأماكن اللي كان بيشغلها النزيل في المستشفيات الخارجية. جات لي ذبحة صدرية، دخلت عملية القسطرة وتوقيع الكشف عليه وعمل الفحوصات اللازمة، تبين وجود قصور بالشرايين التاجية مما استدعى إن احنا نحجز المريض فورا بالمركز الطبي. تم زراعة 3 شرايين تاجية والحمد لله المريض دلوقتي في الرعاية المركزة والأمور مستقرة جدا بالنسبة له. بصراحة أنا اندهشت لما جيت شفت المركز هنا، شفت الإمكانيات اللي فيه، شفت غرف العمليات والرعاية، والمركز مجهز على أعلى مستوى، يمكن من أحدث مراكز القلب أنا شفتها في مصر لغاية دلوقتي. بداخل كل مركز طبي بقى فيه قسم للطب النفسي وعلاج الإدمان. كان معايا التذكرة الطبية بتاعتي وكان مكتوب فيها أن أنا باخد أدوية نفسية، فتعرضت هنا في المركز الطبي على دكاترة أمراض نفسية، قالي انتي مش محتاجة أي دواء، انتي كل اللي جواكي بتطلعيه في شغلك، بتطلعيه في إنتاج. إحنا هنا بيبقى دورنا إن إحنا نعلمه إزاي يخرج من هنا يكون شخص صالح في المجتمع. مش معنى إن أنا غلطت مرة فدي تبقى نهاية المطاف، لأ، أنا ممكن أصلح وأتغير. الأطفال إحنا هنا لينا مبنى لوحدينا، في فصول تمهيدية للأطفال بنعلم الأطفال فيها، في ألعاب ترفيهية للأطفال بتفضل تلعب بيها، في كل حاجة موفرة للأطفال. في رياضة، والرياضة مهمة جدا طبعاً، في الرياضة أخلاق، رياضة سلوكيات، أخلاقيات، رياضة تأهيل، رياضة تطور. عملوا لنا دوري بين المراكز اللي موجودة ووصلنا فعلاً للنهائي، وتفاجئنا جاي يحضر يعني نخبة من الناس اللي بتاعت المنتخب الوطني. لما بتدي للإنسان حرية حركة أنت بتقللي جداً الغضب اللي عنده، لما أوجهه بقى لمهنة فهيطلع كل الطاقة بتاعته بناحية إيجابية لمهنة معينة. إحنا الحمد لله يعني الصوب كلها مزروعة والحوش عندنا كلها مزروعة، فيها طماطم، فيها خيار، وجميع الأشجار زرعينها، وزرعين فول وزرعين بصل، وفي الموسم الصيفي برضو بنزرع جميع المحاصيل برضو. كانش عندي أي خلفية عن موضوع الدواجن، كنت زي أي ست بيت ممكن أغسل فرخة أنظفها أعمل، لكن هنا خدت خبرة إن أنا لما أطلع برا ممكن أشتغل في المجال دوت. دخلت اختبروني هنا وعرفوا ان انا صناعي، عرفوني على المكان كله، حتى المكان اللي انا ما اعرفش فيه حاجه في مهندسين معانا هنا بيوجهونا ليه وعرفونا الحاجات الجديده، عشان اغلب المكان هنا شغال اوتوماتيك، في مكبس حراري، في مقطع كهرباء، نصنع انترهات، نصنع اوض نوم، نصنع سفر. معايا ناس بعلمها صنعه تستفيد منها. شغال في مجال الملابس الجاهزه، فطبعا نزلت التعيين فلقيت في مكان امكانيات اوفر واورلي وسنجر، فوق 200 حد بيعرف يقعد على مكان، وحد بيعرف يكوي، وحد بيعرف يقص، وحد بيعرف يفصل في التقيل هنا. ان نتيجه ان الهدوء النفسي حصل للنزلاء بقى عندهم رغبه ان هم يحسنوا نفسهم اجتماعيا واقتصاديا ونفسيا. دي ورشه السجاد، وبنصمم السجاد دوت على النول. في واحد بيسد غرز، في واحد بيتملى على السجاده، الرسومات ديت احنا اللي بنرسمها. ده بيت نوبي. في لفظ الجلاله، في بسم الله الرحمن الرحيم. اشتغلت كهرباء عشان عرفت لو علمه مثلا واحد في الكهرباء او في النقاشه او في اي مجال بيديله وهو خارج شهاده خبره. المجتمع ما عندوش القدره ان يجي واحد يرمي بتقله عليه
ويصرف عليه. وبالتالي المجتمع ممكن يقبل النزيل امتى؟ لما يكون النزيل في ايده حاجه بيعملها، حاجه ليها قدره على افاده المجتمع. والشغل اللي انا بعمله في مندوب هنا بيروح منفذ يبيعه لي والعائد بتاعه بيخش لي. بعض زملاتنا مثلا بيبقوا محتاجين ان هم يصرفوا على نفسهم، فاحنا بالتالي بنعلمهم وبرده كهوايه وهم بيبقوا حابين كده. بناخد مرتبات ونصرف على نفسنا ووفرنا برده على اهالي شويه. بالنسبه اللي احنا بناخدها لنا حريه التصرف فيها. الحساب ده بيخش بونات وبقدر اتعامل بيه جوه المركز. هنا انت بتحسني من فرص انه يحس ان هو محترم وان هو عنده القدره على التعايش رغم انه مسجون، لكن ممكن جدا من الدخل بتاعه يصرف على نفسه وعليهم. اللي عنده موهبه غناء ايقاع عزف بنفضل نشتغل. الفنون هي بتحرك وبتهذب النفس عامه، فاكتر مكان اقدر استخدم فيه فنون لتحريك الشعور ده والحد من العنف والجرائم هو مركز الاصلاح هنا. مصريه بنت مصري وامي مصريه، والحكايه فطره فطرها ربنا جوه القلوب اسمها عشق الهويه. عرفت انه في اي حد عنده هوايه ممكن ان هو ينميها، يعني في المركز بيهتم بده. كل واحد عنده موهبه بيطلعها. انا كانت موهبتي ان انا اعمل شغل كرتون على نظام العجل. أنا هنا بمارس هواية الرسم من أول ما جيت المركز هنا، لقيت جميع الإمكانيات موفرينها هنا إن أنت لو جواك موهبة تنميها الفترة اللي هي بتاعت العقوبة بتاعتك. كل النزلاء اللي بيرغبوا في القيد بمراحل تعليمية مختلفة وبيتم إلحاقهم بالمراحل التعليمية وبيتم عمل لجان امتحانات داخل مراكز الإصلاح والتأهيل بتأدية الامتحانات المقررة عليهم. دخلت معهد الأمية لما لقيت فيه تعليم، لأن كان سبب وجودي هنا هو جهلي، ما كنتش بعرف أقرأ أكتر. كنت معايا الإعدادية فأخدت الثانوية العامة وليسانس حقوق وأخدت ماجستير في القانون. الحمد لله رب العالمين قدرت إن أنا أروح كلية الحقوق جامعة عين شمس واتخرجت بالفعل الحمد لله رب العالمين. حبيت إن أنا أكمل، قدمت دراسات عليا في جامعة القاهرة في العلوم الجنائية. المركز أنشأ مدرسة زراعية وأنشأ مدرسة صناعية بكل المهن اللي موجودة للطلبة الحاصلين على الإعدادية ولم يستطيعوا أن يكملوا يستكملوا التعليم. من المدارس ديت يقدر يكمل تعليم عالي، فالفترة ديت استغلت ما بقتش مهدرة بالعمق. نهتم بالتعليم وتصحيح المفاهيم ونصوب الأفكار التي عانينا منها. تمثل المرحلة الجديدة من تطوير مراكز الإصلاح والتأهيل فلسفة أكبر بكثير من فكرة الثواب والعقاب، تستهدف إعادة بناء الإنسان حتى يمكن أن يندمج بسهولة مرة أخرى مع أبناء هذا الشعب الكريم. اتحبست سنة 2005 في قضية المسمى الإعلامي بتاعها اسمها تفجيرات الأزهر. أنا انضميت لجماعة الإخوان سنة 2010. أنا كنت مقتنع بالفكر ومنهجهم. من كتر ما أنت بتسمع وطاعة سمع وطاعة، مطرح ما بيقول لك روح بتروح. ألقيت عددا كبيرا من المحاضرات الممتدة والواسعة التي كان فيها قسط كبير جدا من الأسئلة والأجوبة والاشتباك الفكري المباشر. كان بيجي يعرض رأيه ورأي المخالف بأدلته إيه، ويفند كل رأي وكل دليل من دليل المخالف دوت عشان يوصل لي في الآخر النتيجة اللي أنا أطمئن ليها. مخزون كبير من المواقف الصغيرة التي كانت ربما لا تستوقفهم، لكن حينما أعدنا رسم خريطة الخطر الذي تمثله تلك التيارات رجع ليرى بوضوح كيف أن هذه التيارات كانت تقود إلى الهلاك. أنا لقيت أن الاتجاه الآخر اللي هو حبسني أرحم علي من قيادتنا اللي هم إحنا جينا بسببهم السجن. كنت بسمع أن بيحصل في السجون تعذيب واعتداءات، ولما دخلت ما شفتش اي حاجه من الكلام ده. كان من ضمن هذه الافكار ايضا فكره حمل السلاح وفكره القتال والجهاد.
كان من ضمن هذه الأفكار أيضاً التي ينظرون بها لكل المجتمعات أنها غارقة في نوع من الجاهلية. الرأي اللي أنا وصلت له هو ديننا دين وسطية، دين السمح، يخالف جميع أفكار التيارات الإسلام السياسي الموجودة. لو رجعت بيا الأيام تاني وأنا في نفس التفكير دلوقتي وفي نفس سني وفي نفس اللي أنا فاهمه دلوقتي، كنت عمري ما أعمل أي حاجة من اللي أنا عملتها. الواحد بيندم على كل ساعة قضاها في السجن أصلاً، ما كانش في حاجة في الدنيا كلها تستاهل ساعة في سجن. وجود كنيسة، وجود ارتباط بين المسؤولين والنزلاء، إنه بيحس بحسن المعاملة بيرفع من مستواهم المعنوي. ده أحسن صورة لحقوق الإنسان. البيئة اللي بتوفرها هنا المؤسسة هي بيئة علمية، بيئة للتأهيل، قائمة على أسس علمية طبية دينية ثقافية رياضية تأهيل بدني إلى آخره. كل العوامل دي بتتضافر مع بعضها عشان تطلع بني آدم سوي من أول وجديد، يخرج للمجتمع منتج وليس فقط يخرج للمجتمع كما كان من قبل. وفي ذات الإطار من هذا الفكر المتحضر، كانت فكرة وزارة الداخلية أن يكون هناك محاكم تقع في نطاق هذه السجون، مما لا شك فيه أنها تحقق العديد من المزايا. أهم هذه المزايا هي المزايا الخاصة بتأمين نقل النزيل من أماكن الاحتجاز حيث يتواجد للعرض على المحكمة المختصة. أيضاً هناك ميزة اقتصادية لا يجب إغفالها، هذه الميزة تتمثل في خفض النفقات الخاصة بنقل هؤلاء النزلاء من المراكز من أماكن احتجازهم لعرضهم على المحكمة. من جانب آخر أيضاً تيسير لإجراءات التقاضي وتسريع أيضاً لهذه الإجراءات. كافة المحاكم الموجودة في نطاق هذه المراكز تم تزويدها بالوسائل التقنية الحديثة في مجال إجراءات التقاضي، وعلى رأسها يأتي منظومة تجديد الحبس عن بعد. يعني بقى في سهولة في إجراءات التقاضي، بيسهل في إجراءات التأمين، بيريح السجين عشان هو ما يبقاش بيركب عربية ترحيلات وعطلة في المرور وقد تتعرض لبعض المشاكل. طبعا في مراكز الإصلاح والتأهيل الجديدة تم مراعاة ترتيبات الزيارة من حيث وجود أماكن لائقة وواسعة لأهلية النزلاء قبل تحقيق الزيارة. أول ما جيت لقينا الحمد لله في أوتوبيس بيدخلنا بياخدنا من هناك ويجيبنا هنا لغاية الباب. هنا سهل جدا وهنا منظم، أنت عارف رايح فين جاي منين. عايز الحاج محمد العظيم. فندم فندم. فرق المدة وفرق الزيارة وفرق كل حاجة. أنت الأول كنت بتقعدي متزحمة، ممكن استند واحد يقعد عليه 3-4 أسر، وثلاث أربع أسر كل أسرة فيها 2-3 غير السجين أو النزيل اللي موجود معاهم. النهاردة ترابيزة مستقلة هو المسجون بتاعك أو النزيل بتاعك، ومعاك أنت الشخص اللي معاكي، وقعدة الزيارة مبسوطة والدنيا جميلة جدا. تم مراعاة الخصوصية في منطقة الزيارة الداخلية ما بين النزيل والأهلية، وده أدى إلى اختلاف نفسية النزيل وتحسنها للأفضل. أيضاً فيما يتعلق بالرعاية اللاحقة، هو كان جزء هام للغاية في الفلسفة الجديدة المتعلقة بالتعامل مع هذه المنظومة. الإدارة العامة للرعاية اللاحقة بتبقى متابعة النزيل وأهله وأبنائه، بتقدم لهم خدمات. بنت نزيل هتتجوز بيجهزوها، إعفاء مصاريف الدراسة لابن النزيل الغير قادر، وكمان إنشاء مشاريع صغيرة وتوفير فرص عمل للمفرج عنهم. أثناء فترة وجود النزيل بمركز الإصلاح والتأهيل بيتم متابعته وتقييم سلوكه ومدى استجابته لبرامج الإصلاح والتأهيل، وده للتأكد من إمكانية الإفراج المبكر عنه. في حالة الموافقة على الإفراج عن النزيل أي نوع من النوعين شرطي أو عفو، والإفراج الشرطي ده مادة في قانون مراكز الإصلاح والتأهيل بيتم تطبيقها على النزلاء بنصف مدة العقوبة. أما العفو بيكون قرار من السيد رئيس الجمهورية في 6 مناسبات قومية ودينية في السنة، وبيتم تطبيقه بثلث مدة العقوبة. ودي مبادرة هي أيضاً بتصب في صالح دعم المنظومة المتكاملة نحو خطوات أكثر ثباتاً وأكثر تقدماً في تطبيق مفاهيم حقوق الإنسان. الفكر العقابي الحديث يهدف استغلال فترة قضاء المحكوم عليه عقوبته في إعادة تأهيله للعودة للمجتمع، لأنه مخلوق أخطأ وعوقب، وبالتالي ليس من المطلوب أن يظل العقاب بلا حدود، ولكن المطلوب هو تنفيذ العقاب حتى يكون هناك رد له ولغيره
ثم إعادة بناءه مرة أخرى حتى لا يعود للجريمة. التكلفة كانت كبيرة لكن ممكن تتضاعف لو فضلت السجون سجون للنفس والجسد. كان لازم نضمن ونطمن إن اللي يخرج من مؤسسات الإصلاح والتأهيل ما يرجعش تاني. تذكرة خروج بلا عودة. كلمة شرف واتحققت لما الإيدين اتعلمت إزاي تواجه الظروف، لما العقول اتنورت ولقيت طريق للبداية صح وبالعمل هتتحد كل الكفوف. كلمة شرف واتحققت لما الإيدين اتعلمت إزاي تواجه الظروف، لما العقول اتنورت ولقيت طريق للبداية صح وبالعمل هتتحد كل الكفوف. دلوقتي ننسى اللي كان وبكرة مليان بالأمان، بالصنعة دي هقدر أعيش، هقدر على الحمل التقيل وهرد للبلد الجميل وأقدر أخطي المستحيل. اللي اتبنى كان حلم واتحقق معاه معنى الحياة وفتح لنا طريق نجاة، وسواقي بتدور فيها نور خلتها من صحراء وبوب لحياة جديدة وطوق نجاة. دلوقتي ننسى اللي كان وبكرة مليان بالأمان، بالصنعة دي هقدر أعيش، هقدر على الحمل التقيل وهرد للبلد الجميل وأقدر أخطي المستحيل.